هنسجل ان شاء الله اهو تسمعوا مني كل الجراحه باذن الله، نظري، كلينيكال، اوبراتيف، اكس راي، حتى ريفيجن. هنتعلم ازاي نجاوب شفوي، هنتعلم ازاي نكتب نظري، ازاي نتصرف في بروبلم سولفنج. القصه دي هي سيستم اي اتش، سيستم الدكتور علي حسين. مرحبا بكم يا اولاد في السيستم، بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم يا اولاد؟ وحشتوني. انا بلتقي تاني معاكم دلوقتي تقريبا يمكن كل يوم او يوم ويوم بالكتير في التسجيل ده، ورغم مش حد فيكم قدامي خالص، بس انا متخيلكم متصوركم. اقعد يا ابني كويس، الله يخليك. المهم عايز اقول الشابتر النهارده شابتر مهم جدا، اسمه بريفرال نيرفز. ايه اهميته؟ النيرف انجلز دي يا اولاد على مر السنين عقده الطلبه، لدرجه كان الناس لما تيجي تشرح نيرف انجلز سواء كلينيكال او نظري فتقول للطلبه كده لو انت ضامن مش هتخش نيرف انجري ما تذكرهاش. الكلام ده عك. موضوع مهم نظري، يجي نظري مهم جدا كلينيكال، لانه حالات كتيره قوي كلينيكال ولونجو ب 70 نمره ومحدش عارف يجاوبها، فلما تخش فيها تقول كلمتين تاخد النمره. احنا بنبحث في الامتحانات عن النيرف انجلز، نخش عليها. اتمنى المحاضرات دي ما تنشرش الفكره او هتنشرها غصب عننا، لكن النيرف انجلز من احسن حالات تخشها كلينيكال. والشابتر ده وقت هنشرح النظري بتاعه دلوقتي، وبعدين ان شاء الله في الكلينيكال بتاعه ده جزء من نظري. الحقيقه الكلينيكال فيه نظري كتير باذن الله، ولما ناخد الكلينيكال والنظري هيبقى في جزء ثالث مهم قوي اسمه الريفيجن، ازاي نكتب نظري النيرف انجري. فالنهارده هتحسوا احنا مختصرين شويه، لا الجمله هتكمل معاك لما تاخد الثلاثه دول مع بعض. يلا يا حبايبي، النيرف انجريز جنرال، اكتب عندك على كلمه الكوزس عناوين فقط، انا مش عايز غير عناوين. تقول فندم اوبن وكلوز ذا انجريز، كتر خيرك. اوبن مطوه ستاب طلقه نار بولت، طب كلوز دي تراكشن بلانت تروما تورنيكي بلاستر اوف باريس وزنق على النيرف، يبقى ده يعمل لي نيرف انجري، كفايه كده قوي. طيب الباثولوجي، اكتب على الباثولوجي عناوين مفهومه، يعني عايزك تحفظ التلات عناوين اللي قدامك دول وتبقى فاهم كل عنوان ماذا يعني، وتكتب عليه كلمه. انا بتكلم في النظري دلوقتي، طب اتسالنا شفوي ما انت فاهم، الشباب بقى فاهم اساسا. اول باثولوجي حاجه اسمها نيوروبراكسيا، هي فيها غلطه، مش نيوروبراكسيا، نيور ابراكسيا. نيور يعني نيورو يعني نيورولوجيكال فانكشن، ابراكسيا براكسيا يعني فانكشن، ابراكسيا لوس اوف فانكشن. قبل ما اشرح دي تعالوا نرجع لتركيبه النيرف. النيرف عامل كده، ارسم معايا ادي كات سيكشن نيرف، نفترض مثلا قلنا النيرف هنا تلاقي فيه نيرف باندلز، مبروك. جوه نيرف باندل في حاجه اسمها نيرف فايبرز، لو شدها نيرف فايبر من دول فايبرايه هتلاقي عامل كده. وماشي في وسط الفايبرايه دي اكسون، اللي بره ده اسمه مايلين شيس، اللي جوه اسمه اكسون. الفايبرز تشوي الرسمه دي عندك، اللي بره دي اسمها ايبينيوريوم، الفايبرز اللي بتوين الباندلز اسمه بيرينيوريوم، الفايبرز تشوي اللي بتوين النيرف فايبرز اسمه اندونيوريوم. ماشي، اللي حصل في النيوروبراكسيا النيرف سليم لم يمس، لكن عارفين البرين كونكشن، اتخبطنا جالي كونكشن، هي خبطه النيرف، النيرف فقد الفانكشن. لكن النيرف ده اناتوميكالي سليم 100%، ترانزيانت لوس فانكشن شويه ويرجع طبيعي مليون المية. نيور ابراكسيا. امال ايه اكزونو تيمسيز؟ اكزونو من اكسون، تيمسيز يعني كات، يعني كاتنج، كاتنج كات يو اند كات يور ايرز، قطيعه تقطعك وتقطع سنينك، هي دي ترجمتها. ممكن بقى لو انت راجل لاتين تقوله تيمسيز كات يو اند كات يور ايرز، تيمسيز يعني قطيعه،
نفس الفكرة بس ما اعرفش بقى هيقبل اللاتيني كانوا بيكملوها ازاي، لان انا مش مذاكر لاتيني قوي او مش مراجع بمعنى اصح. التروما قطعت الاكسون بس. طب ازاي ده؟ مين مطوه تجيب الاكسون؟ مفيش مطوه حبي، ده مش اوبن، ده كلوزد انجل. تراكشن، شومه، فالابينيوريوم سليم، البيرينيوريوم سليم، لكن الاكسون اتقطع. لما بيتقطع الاكسون يا حبايبي حاجه اسمها واليريان ديجنريشن. ايه الديجنريشن؟ الاكسون ديستالي لغايه الاخر يموت، وبروكسمالي لغايه فيرست نودرن فيير يموت، وبعدين بعد اربع ايام يبدا حاجه اسمها موليريان ريجنريشن. الريجنريشن يبدا الاكسون يكبر، احفظ كلامي، يوميا من ملي لثلاثه ملي. الاكسون عشان يمشي لازم يلاقي مايلين حواليه، لازم. الدنيا جوه ضلمه هيمشي ازاي؟ فمحتاج مايلين. فهو ماشي اكسون بدا يطلع، يقول لها مايلين، تقول له اكسون، مايلين، اكسون انت فين؟ انا حواليك يا حمار، لان يا حمار ده عادي لغات طبيعيه بين الناس، لان مايلين محوطه الاكسون. يبتدي الاكسون يكبر سنه سنه سنه، يوصل لمكانه الطبيعي خلال، احفظ التعبير ده، expected time of regeneration. يعني هو اتخبط بالشومه هنا، يبقى انا بحسب كام سنتي لغايه ما اوصل لايده، ده 10 سنتي، اقسم بقى 10 في يبقى 100 ملي على 2 متوسط في اليوم، يبقى انا محتاج 50 يوم. بنستنى اسبوع لغايه ما يكون بدا الريجنريشن، فانت عندك 1 ويك لاج، بعدين 2 ملي في اليوم، استنى اقول له بعد شهرين تقريبا ايدك هتشتغل. طب في الفتره دي اعمل، هقول الكلام ده ويتكرر، في الفتره دي لو سبت له ايده ديفورم عامله كده هون ولا عامله كده هون، هيجي له حاجه اسمها كونتراكشن. الماسلز اللي شغاله تحصل لها شورتنج، والماسلز اللي مش شغاله يحصل لها لينثنج، فلازم احطه في سبلنتج عكس الديفورميتي. والماسلز اللي مش شغاله على بعد شهرين يجي لها شغل، تكون نسيت الشغل، مالك جالفانيك ستيميوليشن وفيزيوثيرابي في الفتره دي لغايه ما يرجع لها النيرف. الاكزونوتيمسيس الفانكشن هيرجع كومبليت within expected time of regeneration. اكتب في الصفحه الفاضيه ازاي تحسب الاكسبكتد تايم ريجنريشن، 1 ويك لاج من ساعه الخبطه، وبعدين 1 ل 3 مللي بير داي. ازاي افولو الريجنريشن سواء هنا او في النوع اللي جاي، الكلام ده ينفع هنا وفي النوع اللي هقوله بعد شويه. ازاي افولو حاجه اسمها تينل تيست. ايه تينل تيست؟ اكتبه معايا، ده بيركشن تيست. هو اتخبط هنا، فانا بعد مثلا 3 اسابيع متوقع يكون وصل هنا الاكسون، لسه مفيش اي فانكشن، رجع ديستال للمكان بتاعي ب 5 سنتي ب 4 سنتي، انا مش حاسبها قوي دلوقتي. ماشي، اروح اعمل ايه؟ ابتدي الاكسون الجروينج اكسون ده يبقى الاند بتاعته فيري اريتيتد، فلو عملت عليها بيركشن تن تن تن، يبتدي الاكسون ده يبعت للبرين يقول له انا اريتيتد. البرين متعود ان لما الاكسون ده اريتيتد ايه اللي يوجعه؟ الحته الديستال، الايد من قدام. فخبط، نفترض قالنا النيرف، فخبط هنا، فيقول لك اي يا صوابعي، هو مش حاسس صوابعه في ار سنسيشنز، لكن يحس بوجع في الحته بتاعت الالنر نيرف. مكتوبه في كتابنا بتاع الكلينيكال بلغه اعجاز التنل تيست ده في سطر، عشان قلت لك بالذات لما توصل للنيرف انجري هتحتاج تحط الثلاث كتب جنب بعض، المراجعه مع الكتاب الكلينيكال مع النظر، ده النيرف يتذاكر كده. فيما عدا ذلك لا خلاص، كل موضوعنا الكلينيكال لوحده ونظر، خلصت الحكايه. فمكتوبه في كتابنا كده ازاي؟ بيقول لك انك هتبركاس ديستالي. ديستال ايه؟ للريبير. العين هيحس بالبين ديستالي عشان الجروينج اكسونز اللي ماشيه ديستالي. الله، كلمه ديستال 3 مرات في سطر، اتحدى واحد في اللغه في العالم يحط 3 ديستالي في سطر واحد. ده اسمه تينل تيست. هو حاجه بتعملش حاجه، ممكن هو المكتوب. امال النوع اللي بعد كده اسمه نيورو تيمسيس. النيرف نفسه اتقطع، اتقطع يا بارشال يا كومبليت. نيورو تيمسيس، اتقطع النيرف، يا خساره يا خساره.
ادي النيرف اتقطع، ادي كبرت انا قوي واحده من النيرف باندلز من النيرف فايبرز، ادي الاكسون ديستالي، ادي الاكسون كده بروكسمال كده ديستالي، ديستالي ديجنريشن للاخر بروكسمال فيرست نودران فير، بدا الاكسون يكبر 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 وصل للاند هنا. لما وصل للاند هنا عايز يوصل لمايلين الناحيه الثانيه، مايلين تقول له اكسون، ولها مايلين تقول له اكسون، تعالى لي اكسون مش قادر اجي لك يا مايلين. مشهد لا تتصور يعني قد ايه مؤثر. يخرج اكسون في الشارع مش لاقي يوصل لمايلين، وطبعا اكسونز كتيره طالعه كلهم يروحوا متجمعين هنا كده يعملوا ماس تندر جدا طبعا، لما تخبط عليها توجعوا جدا، تبعت للبنت تقول في وجع، وفي الاول البنطلون بيقع، وفي الاول الوجع ده يبقى ريفيرد ديستالي، لكن بعد شويه لما المخ يكتشف ان الحته دي ما بتبعتلوش حاجه يلغيها، فتبقى تندر من غير الريفرنس ديستالي. ده دي اسمها ايه؟ دي اسمها نيوروما. نيوروما اسم صح مش صح يا تيومر، فتسمت نيوروما ونيوروما اسم غلط. اسمها ايه النيوروما دي؟ اسمها تيرمينال نيوروما، جايه في اخر الاند. امال ممكن تبقى ايه تاني؟ تبقى لاترال نيوروما. نفترض ان النيرف مقطوع بارشالي كده، طلعت الاكسونز كده 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 مش عارفه توصل، شوف لو في ملي فرق مش هتوصل، فعملت ماس كده اسمها لاترال نيوروما. امال في نوع نادر قوي قوي اسمه سنترال نيوروما، اخد شفطه شاي واقوله لكم، لابد بالذات السنترال دي لازم شفطه شاي، موصوفه كده حتى في كتب بره. بص يا حبايب النيرف اهو انا هعمله كده، عارفين التعبان اللي بلع البيضه بتاعت الزراب بتاعت ايه بتاعت النعامه؟ اللي حصل ان هنا هو ان في باندلز اتقطعت، بس الابينيوريام سليم، ده سليم وده سليم، لكن باندلز اتقطعت بقت نيوروتامسس. طلعت الاكسونز من الباندلز دي عايزه توصل ناحيه مش عارفه، راحت متجمعه في النص هنا، عملت سنترال نيوروما. يبقى النيوروما شور ساين اوف نيوروتامسس. طب النيوروتامسس هترجع؟ لا يمكن ترجع، لازم ريبير، اخش اقص نيوروما اوصل التو اندز ببعض بحيث اكسون طالع مايلين تقول له انا قدامك يا حبيبي، يخش الاكسون في المايلين يحصل ريجنريشن. تقول له يا دكتور علي مين مين اكسون ده؟ لو طلع الاكسون ده قدامه حته اندونيوريوم مش المايلين بالظبط مش هيخش، لازم قدامه المايلين بالظبط. طب ايه بقى اول حاجه؟ انا عندي مشكله في الريبير ان الاكسون تطلع وما تلاقيش، عشان فيري كومن بعد الريبير تلاقي نيوروم، يبقى ده حصل فيلير اوف ريبير. لا ده ممكن حاجه تانية اسوأ، مش اسوأ الحاجه، حاجه تانية ان المايلين طلع والاكسون طلع، لا مايلين ده اللي دخل فيه كان سنسور والاكسون ده كان موتور، ما يفرقش بقى مع الاكسون، عايز اي مايلين وخلاص، فطلع فلا مايلين واكسون، لا مايلين اكسون، مشهد عاطفي جميل، دخلوا مع بعض ماشي اكسون في مايلين، وبعدين لقى مايلين واخداه على الجلد. لا مايلين رايحين فين؟ انا هنا في العضلات. يا حبيبي ده بتاعت الجلد ده ضاع خلاص ملوش لازم، راح على هناك. فطب والعكس سنسوري دخل في موتور ضاع. عشان كده لما يكون في نيرف ميكس نيرف سنسوري موتور نتائجه اسوأ من اللي مين لي موتور نيرف. طب تعالى الجاي، لا ده اكسون الموتور دخل في مايل الموتور، بس الاكسون اللي دخل ده كان بتاع ادكتور بولشز، ابدي مثال في الالنر نيرف طبعا، وده هتاخده في الكلينيكال بالتفصيل، ادكتور بولشز ما تاخدش بالتعبيرات دي. لكن لما جه دخل في 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 مايلن بتاع انتر اوسياي بتعمل ادكشن، العين عايز يعمل كده ايه وتعمل كده؟ يعني هو دخل موتور في موتور، بس النهارده بقت الامبولس متلخبطه، عشان يعود مخه زمن يظبط الحركه هيتظبط مع الوقت، بس ياخد وقت طويل. عشان كده لو كان في نيرف مسؤول عن كورس موفمنتس، يعني كورس موفمنتس مش فاين موفمنتس زي النر وميديان،
الراديال نيرف مسؤول عن كورس موفمنت اكستنشن ريست اكستنشن فينجرز. سهل، انت بدل ما دخلت في اكستنسور ديجيتورم دخلت اكستنسور انديسز. سهل قوي التوفيق، والمخ يتدرب بسرعه يحلها لك. لكن فاين موفمنت نتائج اسوء. يبقى تاني بقى نتائج النيرف ريبير في المينلي موتور نيرف احسن من الميكسد، في المسؤول عن الكورس موفمنتس احسن من المسؤول عن فاين موفمنتس. عشان كده نتائج راديال نيرف ريبير احسن من نتائج النر ميديال نيرف ريبير. رجعنا الباثولوجي، يبقى الباثولوجي يا اما نيوروبراكسيا يا نيورو تيمسيز يا اكزولو تيمسيز. كلام سهل جدا، جميل جدا، شيق جدا، عقد الناس سنين. طيب الافكتس اكتب عليه عناوين، انا مش عايز غير عناوين بس. والا فانت لما خلصتك الكلينيكال ده كلام سهل او كلام اهبل. يلا يا سيدي، موتور المصلز بقت بارلايزد، فيبقى في ويستنج وفي باراليسيز، المصل مش شغاله، وقد يكون ليها سبيشال تيست عشان اكزامن كل مصل بتتعمل ازاي. ورقم ثلاثة ديفورميتي، انا في الراديال نيرف الاكستنسورز بقوا بارلايزد، فاللي يحصل ريست دروب بسيطه جدا. عكس الفانكشن بتاع النيرف، عكس فانكشن نيرف هيحصل الديفورميتي. طب ده وريفلكسز، لو في ريفلكس يروح. طب سنسوري، هيحصل سنسوري لوس على الاريا اللي سبلايد بالنيرف، احيانا تبقى الاريا اقل شويه عشان اوفرلاب من اللي حواليه. كويس. طيب حاجه اسمها سودو موتور لوس اوف سويتنج في الحته اللي فيها، ودي ليها تيست جميل اسمه كينيزارين تيست، ما بنعملوش ولا اعرف موجود فين. كينيزارين دي اسم باودر، كينيزارين باودر لونها ازرق، نرشها على الايد وندي العيان فنجان قهوه مع شويه عسبرينه، فالعيان يعرق. يشرب القهوه ازاي؟ يشربها كده، بص يا حبيبي عشان ده تيست مهم هتسيرف شيف، يشربها كده. صح؟ لا، اعملها صح، ماشي. يشرب القهوه وياخد الاسبرين هيعرق. البودره دي لما يجي عليها ميه الازرق يبقى احمر، فتلاقي الحته اللي فيها سويتنج احمرت وما فيهاش سويتنج فضلت زرقاء، رسمت خريطه تو ماب اوت، ولا حد يعمل الكلام الاهبل ده. الفازو موتور في الاول في فازو دايلاتيشن، بعد كده فازو كونستراكشن. مكتوب لك التفسير اشطبه، تضيع وقت وكلام فيسيولوجي ملوش لازمه. انا عايزك تبقى عارف الاول فازو دايلاتيشن، بعد كده فازو كونستراكشن. تروفيك تشينج زي الاسكيميا في السكين والنيل والبون، كلام فاضي. النيرف يحصل فيه ايه؟ ريتراكشن، دي مهمه جدا. بصوا يا حبايبي، لو ارتري اتقطع هيرتراكت، لو نيرف اتقطع هيرتراكت. فريتراكشن عشان كده عندي مصيبه كبيره في النيرف ريبير، هقولها لك كمان شويه، انك تلاقي التو انز بعاد عن بعض عايز تقربهم، ونقربهم ازاي شغلانه. طيب يبقى ريتراكشن اتنين نيوروما فورميشن، والنيوروما ديك سمعتها يا تيرمينال يا لاترال يا سنترال، فيري رير طبعا سنترال نيوروما. طيب ده الافكتس. براجع دايجنوزس، كلينيكال دايجنوزس، بلين اكس راي اشوف فراكشر او فورين بادي، كينيزارين تيست او سويتنج تيست. لكن اهم حاجتين نيرف كوندكشن فيلوسيتي و اي ام جي الكترومايوجرافي. في النيرف كوندكشن فيلوسيتي في النيوروبراكسيا نوت افكتد، ما السيرك سليم فلما اعمله يروح، لكن في الحالات الثانيه لا، مع الوقت النيرف يلوز الكوندكتيفيتي، ولما يصل الريبير يطلع صح ترجع الكوندكتيفيتي نورمال. الاي ام جي المصل بعد اسبوعين ثلاثه تبتدي تخش في حاجه اسمها فايبرليشن باترن، لما تعملها ستيميوليشن. طول ما هي فايبرليشن باترن معناها انها عايشه وممكن لما يوصل لها النيرف تشتغل، وعشان كده بنفضل مخلينها على فيزيوثيرابي وجلفانيك ستيميوليشن عشان ما تموتش لغايه ما النيرف بتاعها هيجيلها. اما لو المصل وصلت لفايبروزس لوس اوف فايبرليشن باترن، حتى لو وصلت لها النيرف مش هينفع. لذلك اكتب في الصفحه الفاضيه، اي واحد عن نيرف انجري بقاله سنه او اكتر، شور شور مش هيحصل، نو هوب فور سكسس اوف ريبير. المصل دي اكيد لوس اوف فايبرليشن باترن. نوصل بقى للسؤال الغبي. ايه السؤال الغبي؟ نفترض يا دكتور لو كان هو قاعد السنه دي على جلفانيك ستيميوليشن كان ينفع ريبير؟ مين سال السؤال ده؟ غبي. ليه غبي؟ بقى معقول يا سيدي الكل ولا سيدي الكل ولا حاجه، غبي. معقول يا سيدي ولا سيدي ولا حاجه، عايز اقول لك كلمه مش قادر، المهم عشان بسجل بس. معقول يا واد
واد واحد ما عملش ريبير وبيروح جلسات العلاج الطبيعي 3 مرات كل اسبوع سنة وما عملش ريبير، ده احنا بنعمل الريبير ونروح العلاج الطبيعي، ما بيروحش علاج طبيعي ما بيلتزمش بيه. فطبعا العيان الملتزم بعلاج طبيعي ده اكيد ملتزم بريبير، اما العيان اللي بقى له سنه ما عملش لا عمل ريبير ولا عمل علاج طبيعي. لوس اوف فايبريشن باترن دون يبقى اكيد مش ينفع ريبير. تريتمنت، اولا قبل تريتمنت زود لي عنوان ديفرنشال دايجنوزيس، وده موجود في كتابنا بتاع الكلينيكال، يبقى زوده من هناك. هو ايه اللي يعمل يا دكتور بعد اذنك لوس اوف فانكشن؟ يعني اقول لواحد افرد صباعك مش عارف يفرد، مش عارف افرد صباعي، 3 حاجات، يا بون ديزيز يعني في مشكله في الجوينت، يا تندون انجري يعني الاكستنسور تندون بتاع الثامب ده اتقطع، يا اما ده البروكسيمال فالنكس دون حصل فيه في الانترفرنجيال جوينت دون انكيلوزيس ما بقاش بيتحرك، يا اما نيرف انجري. افرق ازاي الثلاثه من بعض؟ العيان بتاع التندون انجري عنده باسيف موفمنت، يعني حرك صباعه اتحرك، بتاع البون ما عندوش باسيف موفمنت، بتاع النيرف الوحيد اللي عنده سنسوري لوس. فلما الاقي سنسوري مع موتور يبقى اكيد اكيد العيان ده عنده نيرف انجري. طيب ديفرنشال دايجنوستس التريتمنت كونزرفاتيف، نعمل امتى كونزرفاتيف؟ واحد اتخبط كلوز ذا انجري، انا هخبط ورا عشان ادي مثال لغايه دلوقتي سهل عليكم لغايه ما تروحوا للكلينيكال، اتخبط في الريديال نيرف هنا سبايرال جروف جاله ريست دروب، يا ترى انت نيورو تيمسيز ولا نيورو براكسيا ولا اكزومو تيمسيز؟ معرفش. خلاص بص بقى انا همشيك كونزرفاتيف لغايه الاكسبكتد تايم ريجنريشن، الا لو اكسبكتد تايم ريجنريشن طويل قوي، عشان كده المثال ده غلط. خد مثال سهل، اتخبط شومه هنا عند الريست فحصل له كلو هاند بتاعت النر نيرف، يا ترى انت يوم التالتة؟ ما اعرفش، همشيك يا عم كونزرفاتيف، هعمل لك سبلنتج عكس الديفورمتي وجلفانيك ستيميوليشن وفيزيوثيرابي. لو ما رجعتش يبقى انت يا نيورو تيمسيز، لانك لو اكزونو تيمسيز او نيورا براكسي هتستجيب، لو انت ما رجعتش يبقى انت كنت نيورو تيمسيز. لا ده اثناء الكونزرفاتيف ظهر نيوروما يبقى انت نيورو تيمسيز، اخش ونفتح ونصلح. يبقى ده امتى هنعمل كونزرفاتيف؟ بس في بلانت تروما. تاني كونزرفاتيف هتعرفه دلوقتي بعد الريبير، يعني انت دخلت عملت ريبير، ما انا ساعه ما وصلت السلك ببعضه النيرف ما اشتغلش دلوقتي، ده انا عندي لسه اكسبكتد تايم اوف ريجنريشن في الفتره دي، العام يعيش على يعني ايه كونزرفاتيف في النيرف؟ هما كلمتين سبلنتج وفيزيوثيرابي، ويخش في الفيزيوثيرابي جلفانيك ستيميوليشن، هما اللي بيعملوه. طب ده كونزرفاتيف، امال امتى نعمل اوبن سيرجري؟ عيان اوبن تروم، جرح مفتوح، لا يمكن مطوه دخلت خضت النيرف او مطوه دخلت قطعت اكسون، يبقى اكيد الاوبن انجري ده نيورو تيمسيس يحتاج ريبير. 2 كلوز ذا انجري ما استجابتش للفيزيو للكونزرفاتيف تريتمنت افتر اكسبكتد تايم اوف ريجنريشن. شفت تشيك؟ بص يا حبايبي، خلي الشاي جنبي عشان ما بعيدش، المهم وقعت البشاور. بصوا يا سيدي، نعمل امتى الريبير؟ immediate repair ما دام كلين كاتون، كلين كاتون له شكله نظيف، نخش نخيط فورا احسن نتائج. طب امال لو كان الكاتون داون كان انفكتد، العيان لما وقع ايده خدت في الاسفلت والبوبي عمل كككه في وسط الجرح، انا هخش اعمل ريبير؟ ده اسمه بتعرف اسمه انترفاسيكولار ريبير، اعمله انترفاسيكولار ريبير؟ ما ينفعش. فالانترفاسيكولار ريبير ده عايز كلين وونز، اقوم بقى اعمل ايه؟ ولا حاجه، العيان ده اعمله دريسنج لغايه لما الجرح يقفل ويبقى زي الفل، ويفوت اسبوعين قافل نظيف، اخش افتحه اخيط التو انز. طب ما انت يا سيدي الكل على ما تخيط يكون تو انز ريتراكتد كده، لا هات غرزه حرير سلك، اسمه سلك حرير، قربهم ببعض بغرزه، ده مش ريبير، ده قربتنا التو انز في بعض. ليه حرير؟ نان ابزوربابل،
اتنين لونه اسود هيبان لما افتح بعد كده، او اي خيط زيه برولين لونه ازرق هيبان ونان ابزوربل. الحرير الحقيقه يا اولاد وهتاخد كده في الاوبرتيف نوت ستريكتلي نان ابزوربل، ويذن 1 يير ممكن يدوب انه حاجه ناتشرال، بس ما تقلقش انت هتفتح قبل سنه بكتير قوي تعمل الريبير ده. نقربه. تاني سبب عندك بيقول لك ليه ما تعملش برايمري ريبير، يقول لك البرايمري يفتح بلينز انفكشن، واتنين هيبقى الابينيوريا مور تاف ان ياخد الغرز. لا ده مش سبب بالرغم انه مكتوب عندك، لان احنا كده كده يا حبايبي بنعمل غالبا برايمري ريبير، هو لا طف ولا زفت. طيب التكنيك بتاعنا، لو لقيت النيرف كونستريكتد بفايبرس تيشو سلكه، احيانا ده يصلحه خالص، اسمه نيورولايسز، حاجه رير قوي، لكن الاصل ريبير. انا عايزك تحفظ الكام كلمه اللي انتقلهم لك وبس، يا اما ايبي نيورا ريبير، اخد ايبي نيورا في ايبي نيورا نتائجه زي الزفت، لان عشان المايلين يقابل اكسون صعبه جدا في ايبي نيورا ويقابل اكسون بتاعه، انما الصح حاجه اسمها انترفاسيكولار ريبير. شايفين الكات سيكشن بتاع النيرف بتاعي هنا، اشوف الكات سيكشن زي قدام، اعدلهم على بعض، اخد البندلاي دي في البندلاي دي، البندلاي دي في البندلاي دي، احسن نتائج. ودي محتاجه مايكروسكوب لازم، وبخيط سمبرولين 6-0، ده نان ابزوربابل لونه ازرق مهم قوي هنا، ما ينفعش غير ببرولين ده. طب عملنا الريبير، نفترض التو اندز كانوا بعدوا قوي عن بعض، ودي كومن بروبلم عايز اقربهم لبعض، نعمل ايه؟ بس الاول البوست اوبرتيف والريزلتس، امشي بالترتيب. البوست اوبرتيف لسه قايل لك يا اخي فيزيوثيرابي وسبلنتج، خلصنا. الريزلتس تعتمد على ايه؟ البروجنوزس، نوع النيرف، لسه قايل لك البيور موتور احسن من الميكسد، فاين موفمنت اسوأ من كورس موفمنت. اتنين الليفل، لما يكون راديال نيرف متعور هنا غير متعور عند القلبه طبعا، لان انا مستني زمن عشان يوصل لي بفرض ما نجح، وده كله على الفيزيوثيرابي، العام بيهمله في الاخر. قلنا نيرف عند القلب اسوأ منه عند الريست، يبقى الليفل. تلاتة الوقت اللي خدته على ما عملت ريبير، يعني برايمري ريبير احسن من سكندري ريبير. اربعة السيفيريتي بتاعت التروما، يعني واحد اتخبط هنا هو كده هو ضربت مشرة عورت النيرف ده، واحد تاني ايده حاططها على القطر على قضيب القطر، القطر قطع له ايده، خدناها عملنا لها ري امبلانتيشن، نجح الري امبلانتيشن وصلحنا النيرف في النيرف، هل النيرف ده تصلحته نتائجه زي التاني؟ لا طبعا. السيفيريتي بتاعت التروما، لا شك انا زمان قلت لك او هقول لك او اي بروجنوزس تسمعه في الدنيا تقول كده بيشنت ريليتد فاكتور وديزيز ريليتد فاكتور وتريتمنت ريليتد فاكتور، يعني لا شك يا حبايبي النيرف ريبير نتائجه مش واحده في ايد كل الناس. وانا جد علي عملته زمان وانا نايب في الحوادث، وندمنا وتبنا على ما فعلنا خالص، كنا زمان بتنزل لنا اعملك كل حالات فشلت الحقيقه. النيرف ريبير له رجالته وله الناس بتوعه، وانا ما بعرفش اعمله. طب ما تعرفش تعمله تشرحه لنا ليه؟ عشان بحب اشرح، انا بحب اشرح يا اولاد، فانا بشرح لك غصب عنك، تسمعني غصب عنك خلاص. انما النيرف ريبير الحقيقه له ناس بتوعه ونتائجهم رائعه جدا. طب دي الريزلتس الابروكسيميشن. نفترض يا جد وعلي انا فتحت عيان لقيت التو اندز بعاد عن بعض، اعمل ايه؟ بص يا حبايبي التيشوز في جسمنا مش متقاسه بالملي، يعني مش انا لو خدت الارتري ورحت قايسه بالطول بالظبط طول ايديا، لا هو في الواقع مريح شويه. فانا نقي نفس القصه في النيرف، لو عملت بروكسيمال ديستال ديسكشن اسلك النيرف واشد عليه سنه صغيره هيتسلك معايا، يديني 2-3 سنتي. طب اتنين قال لك فليكشن للجوينت، كلام ادي الالنر جاي من هنا وهيعايز هنا، قمت عامل كده والعين خليه يعمل جرادوال ستريتش بعد كده. الكلام ده طبعا صح، هتعرف بعد شويه مني في الكلينيكال بقى مش هنا، ان لما يبقى في ستريتش على النيرف يحصل له ديلي نيورايتس. طريقه ثالثه، ايه رايك ان احنا نغير الكورس بتاع النيرف سكته؟ ودي بتتعمل ايه هي؟ القلنا النيرف يا حبايبي ماشي كده، وبعدين بينزل من ورا القلبه من ورا ميديا الابيكوندايل هيومرس، وبعدين يكمل كده. الله مشي كده ونزل كده. طب ما انا لو خدته من قدام من ورا القدام ميديا الابيكوندايل اوفر لي 2-3 سنتي. يبقى انتيريور اشهر مثال هو ده، انتيريور ترانس بوزيشن للالنر نيرف من ورا الميديا الابيكوندايل.
ايه حكايه البون شورتنينج، اوعى إيه تعملها، انا هروح قاصص الهيومرس ومقصرها. ايه اللي عم بيتعمل كده؟ طب فيها ايه؟ بص يا حبيبي، لو كان النيرف ريبير نتائجه سكسس 100% كنا عملناها، لان انا ايد ما بتشتغلش وهي طولها طبيعي، غير ايد بتشتغل وقصيره شويه، بتشتغل وقصيره شويه احسن. في حد كان يفتح الباب؟ اه بس خاف. طيب ده بيخبط. فده حد بيخبط، هنشوف مين عايز. ده حفيدتي. اطلعي يارا يارا، مش وقته خالص يا حبيبتي، انا بشرح في التلفزيون. تعالي بسرعه سلمي على الناس في التلفزيون. مش هتيجي، اجيبها لكم بعدين في مره تانية. طب اهي جت، بس تعالي يارا بسرعه هتلاقيها في التلفزيون. ما طلعتش، خلاص. تعالي بسرعه، دي يارا اهي، بس هي لابسه مبهدله ومضيعانا. طيب بصي بصي هنا بسرعه، اعملي باي، يلا بسرعه روحي بقى. بصي يا سيدي كل، خليها محمود ما تشيلهاش. طيب كنت عايز اقول على ال، فالبون شورتنينج دون، لو كان النيرف ريبير نتائجه رائعه كنا والله عملناها، لكن عمليا يا حبيبي العين جاي عامل كده وايده كويسه وبتبدا مقصره ولسه في الله عامل كده، لا مش منطق. انما اللي بيتعمل برضو حاجه اسمها كيبل نيرف جرافت. ايه الكيبل نيرف جرافت؟ اهو يا حبايبي، انا عندي اند نيرف اهو، وانا عندي نيرف، نفترض مثلا النر او ميديان، اروح جايب نيرف وعامله في النص جرافت. طب ما انا ده اصلا نيرف كبير، اجيب نيرف كبير مين احطه؟ يعني اقص السياتيك عشان احطه للالنر، اقص ميديان احطه للالنر؟ ما ينفعش يا سيدي، لا هجيب نيرف رفيع ملوش اهميه. اشهرهم الشورال نيرف. الشورال نيرف ده برانش من الميديال بوبليتيال نيرف، كان ده كتب بيسبلاي اللاترال اسبكت بتاعت الفوت سنسوري، ماشي مع الشورت سافنس فين في الكاف بوستيريو، دي في نص الكاف بوستيريو هنا كده، بنفتح مالتيبل ترانسفيرز انسيجنز ونسلكه ونسلمه لنفسينا ونطلع بالشورة لحتة كبيرة ونقصه بقى حتة صغيرة زي فكرة الكابل بالظبط، مالتيبل سترانز. تقول لي ده الشورة النيرف ده سنسور يا جد، وانت بتوصله بنيرف تاني هيبقى موتور. اقول لك انت مش فاهم حاجة، مين شرح لك يا ابني جراح؟ هو دلوقتي بقى سنسور، ده بقى نيرف مقطوع، انا واخد مايلين فاضي، انا لما قطعته حصل ديجنريشن في المايلين، بقى عندي مايلين فاضي، يوم الاكسون طالع من الناحيه دي يقول مايلين، ولا ده موجود يفضل ماشي في المايلين دي لغايه ما يخلص هنا، خلصت والمايلين يلاقي المايلين الاصليه بتاعته. يا خبر، يبقى النتائج برضه سيئه جدا. كيبل نيرف جرافت المايلين الاكسون محتاج يلاقي مايلين مرتين مش مره، ده لما كان مره كان بيتوه منها، امال دلوقتي صعبه جدا، لكن ما عنديش غيرها. عشان كده اخر حل عندي الكيبل نيرف جرافت. ايه حكايه الاورثوبيديك تريتمنت؟ اكتب مهم جدا 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 اورثوبيديك تريتمنت، لان اكتب كل حالاتك الكرونيك في الامتحان اورثوبيديك تريتمنت. هيجي لك عيان بقاله سنتين ثلاث سنين 10 سنين نيرف انجري، تعمل له ايه؟ تقول له يا فندم الحاله الوحيده الاورثوبيديك. ايه الاورثوبيديك تريتمنت؟ واحد عنده كده ريست دروب، ركز معايا. يا اما اقول له والله تحبك تيجي اعمل لك تثبيت للمفصل ارثروديسيس اهي، اخلي شكل ايدك حلو بدل ما كان ماشي زيك حاج محمد، وحشنا يا محمد، ده زيك يا محمد، وحشنا يا فندم، زيك يا فندم، ماشي مظبوط زي الفل، بس شكل من غير فانكشن ده، ده في حل تاني. انا عندي كام فليكسور هنا؟ كتير قوي. عندي فليكسور ديجيتورم بروفاندس وسوبرفيشياليس، البروفاندس تغطي وظيفه السوبرفيشياليس. ما ايه رايك اروح اقص التندونز بتاعت السوبرفيشياليس واخدهم ورا مخيطهم في الاكستنسور ديجيتورم؟ حلوه دي، مخيط التندون بتاع الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس في التندون بتاع اكستنسور ديجيتورم. صحيح المخ لسه متلخبط، هو لما عايز يعمل كده فهيعمل كده، زي هيتعلم مع الوقت. يبقى ده تندون ترانسبلانتيشن او تندون ترانسبوزيشن، له امثله كتير قوي 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 في القصه دي.
البريكيال بليكسس انجري ممكن تيجي نظري، سؤال بخمس نمر سبع نمر ما جاتش قبل كده. لكن انا لسه هقول ازاي نكتب نظري. اللي انا عايزه منك دلوقتي الاتي: تحفظ التلات عناوين وكلمتين على كل واحده. يعني الهول بليكسس انجري رير جدا، دي تروما عنيف قوي هيموت فيها الناس غالبا، وهيرسى غالبا على مع اكزلي ارتري وفين ان شغلنا يعني. لكن لو حصل باراليسيس في كل الايد، سنسور لوس كل الايد ما عدا الميديال اسبكت انتركوستو بريكال نيرف بس. طيب امال اللور باراليسيس ما كلامبكس باراليسيس اللي هي تي 1 وسي 8 دون، ياخد السمول ماسلز هاند يعمل كومبليت كلو هاندز، ودون ممكن يكون معاه هورنر والكومبليت باراليسيس ميبي معاه هورنر. انا عايز الكلمتين دول بس. طب امال الابر باراليسيس اللي هي ايرب دوشين مشهوره قوي في البيرث انجريز، بتعمل بوليسمان تيب ديفورميتي عامل كده، ممكن الكاميرا دكتور مصطفى تنزل سنه تشوفها كده اهي، تنزل سنه لتحت كمان 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 يا باشا كمان كمان اهي اهي ده كده. يبقى الابر لمب ادكتد ما ينفعش ابدكشن، اكستندد ما اعرفش اعمل فليكشن للقلبه، والريست فليكسد البوليسمان تيب ديفورميتي. شكرا سيدي الكل. ده اللي انا عايزه هنا وبس. ده باختصار التلات. امال انت ما شوقنا يا دكتور علي، احنا كده قلقانين. ما لو جالك يا حبيبي السؤال ده ب 30 نمره هتكتبه، انك هتاخده على الجنرال برنسبلز بتاعتك: ايتيولوجي، باثولوجي، كلينيكال بيكتشر، انفستيجيشنز، ديفرنشال دايجنوزيس، تريتمنت. فهمتني ولا ما فهمتش يا حبيبي؟ فتلاقي السؤال بقى بس هيتبقى الحته السبيسيفيك اللي تقول لي انك فاهم ولا مش فاهم الموضوع. بس ما تنساش اذا في البريكال بريكسس لو جت كسؤال في الايتيولوجي، ما تنساش البيرث انجريز اللي هي تراكشن انجري سيركمفلكس، اشطبه ما تشطبوش، خلي عليه كلمتين. ده بيدي يا حبايبي الابر ميديال اسبكت بتاعت اللاترال اسبكت بتاعت الارض هنا، الحته دي اللي هي البادج، بادج اريا، مكان ما بتحط البادج بتاع الجيش الشرطه غيره في الحته دي بادج اريا. وبعدين الدلتويد ماسل بتبقى راحت مننا، فالابدكشن بتاع الارم بيروح. هتسئل الابدكشن اول 15 ديجريز بالسوبرا سباينيتس، من 15 لغايه 90 ديا بالدلتويد. طيب والترابيزس تكمل. ده اللي عايزه منك في السيركمفلكس نيرف، النر ميديان راديال، اشطبهم على مسؤوليتي وعلمك في يوم من الايام. ده هم دول مهمين، اكتب عليه مهم نظري واشطبه. شوف العجائب ليه، لان دول هناخدهم على الفريم بتاعنا الجنرال مع اللي هدرسه لك في الكلينيكال باذن الله. اللور لمب اكتب قراءه للشفوي. في السياتيك ما تنساش في الايتيولوجي سياتيك جنب الجنرال الانترا ماسكولار انجكشن. عايز اقول لك فيري 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 رير يا اولاد، ده عايز حد ما بيفهمش، لانك اذا رحت ابر لاترال اسبكت خلاص ما تقلقش، ابر هاف ما يهمكش، لكن دوكيومنتد دوكيومنتد. السياتيك يعمل ايه؟ السياتيك يعمل باراليسيز لكل رجل من تحت النيه، والفليكسورز للهامسترنجز من ورا بتوع النيه ما عدا السارتوريس تعمل شويه فليكشن. طيب سنسوري كل سنسيشنز تحت النيه، لكن لاترال اسبكت فوت، اسف ميديال اسبكت فوت، ده واخد من السافينس نيرف اللي طالع من الفيمورال نيرف، دي الحته الوحيده اللي تفضل. طيب هنا في حاجه اسمها كوزالجيا، ومحتاج احكي الكوزالجيا، مهمه تبقى يعني ناخدها مع بعض. اي نيرف فيه سيمباثيتك فايبرز احتمال يبقى من الكومبليكيشنز بتاعته كوزالجيا. دول مين بقى؟ ميديال نيرف، سياتيك، والميديال بوبليتيا، لان الميديال بوبليتيا اللي هو السيمباثيتك بتاع السياتيك. اللاترال بوبليتيا الاهمهم، وده ممكن ينزل لك حاله كلينيكال عشان ده اكتر واحد هتشوفه.
اللاترال موبليتيال ده بيحصل مع فراكشر نيك فيبيولا. لو حركت صباعك على النيك فيبيولا هتحس زي ما لو حركت صباعك ورا ميديا اللي بيكون ضايل هتحس الالنر نيرف. اتنين في حاجه اسمها توماس سبلينت هناخد مع بعض ان شاء الله في الاورثوبيديك في فراكشر فيمر. ده يعمل هنا بريشر على اللاترال موبليتيال ويعوره. كمان هو فيري سوبرفيشال حته مطوه خبطه تروماتيك تعور. لاترال بوبليتيال موتور يعمل ايه؟ مش عايز تاليبس اكواينوفيرس. كلمه تاليبس يا اولاد يعني انكل يعني فوت. اكواينو يعني بلانتر فليكشن. فيرس يعني انفيرجن. فالفوت يبقى بلانتر فليكسد. الله يبقى كده الدورسي فليكسورز هم اللي بارلايزد. وانفيرتد يبقى الايفيرتورز بارلايزد. طب سنسوري على الدورسم اوف ذا فوت يروح. تعال معايا للميديال بوبليتيال. ميديال بوبليتيال يعمل ايه؟ اكس تاليبس كالكينيو فالجاس. كالكينيو يعني دورسي فليكشن وفالجاس يعني ايفيرج يعني يمشي على كعب رجله. ودون السنسوس في السول. اقول لك علمها بس اوعى تتريق عليا اضربك لو اتريقت عليا واعرفك. السول ده هو ميديال بوبليتيال. يبقى اللي عنده ميديال بوبليتيال انجري مده ما يحسش. خلاص خلاص بقول لك وليمة عرة هتعمل ايه؟ خلاص هتسمعها غصب عنك. يعني مرة واحدة تقع مني وليمة. طيب ايه حكاية الكوزالجي؟ تسمح لي اختم بيها عشان دي مش عارف اشرحها. فخلينا الاول نيورو فايبروماتوزيس اكتب عليها عناوين ما جاتش قبل كده نظري. لكن تيجي نخسر ايه؟ وبعدين تتسأل شفوي. لان انت هتقول لك ايه ديفرنشال دياجنوز سويلنج في اي حته؟ وانا شرحت لك ازاي تقول دي سويلنج في اي حته في شابتر السليفري ارجع له. مهم. فمن الدي سويلنج في اي حته نيورو فايبروم لك ايه انواعها؟ اولهم اشهرهم جنرالايزد نيورو فايبروماتوزيس فون ريكلينج هاوسن ديزيز. سويلنج بيحصل من اسمه فايبروما نيورو فايبروما من الفايبرستيشو بتاع النيوريلمال شيس. شكله كده بيز جنرالايزد مئات. هجيب لك صور له في اخر الشابتر ده ان شاء الله. يعني مئات من الكرينيال بريفرال سنسوري موتور كله. لكن النيرف فايبر نوت افكت انا بناين. عقده في حبل يعني عقده في حبل يا دكتور يعني احركه كده ما حركوش كده. هتفهم الكلمه دي لما تسمع مني الكلينيكال ان شاء الله. مش بينفول لكن تندر. السنسوري فانكشنز بريزيرفد. لو لقيت سنسوري فايبر ده تروح او بقى بينفول اقل يكون قلب ساركوما بيقلب ساركوما. معاه كافيه وليه باتشز في كل الجسم. تعمل له ايه؟ مش هعرف اعمل له حاجه. ده لو قررت تشيلهم هتشيل عيان هتشوف الصور. لكن لو واحد سيمبتوماتيك اتنين واحد طلع في كعب رجله واحد طلع في جفن عينيه نشيل له بس السيمبتوماتيك. واحده شكينا انها ساركوما. الثانيه سوليتري ويبقى نفس الفكره. سوليتري واحده اشيلها بقى خلصنا ما دام مش من نيرف مهم. سنسوري نيرف بريفرال نيرف خلاص نشيل. التالتة حاجة اسمها اكواستيك نيروما. اكواستيك نيروما هي سوليتري بس في نيرف معين. فطلع في الاكواستيك نيرف ادي الهايبوثالمس ادي السيريبيلم ادي اكواستيك نيرف هنا نيورو فايبروم. تعمل تدوس على السيريبيلم تعمل سيريبيلر سيندرومز. احب اقول عليها نظرية هنا في الشاف مهمة. بعض الاساتذة بتوعكم لما تخش انت حالة ويجي سيرة حاجة بطنة يروح سألك بطنة تقوم انت تتكبس انت في جراحة. ايه بتتكبست ليه؟ ده قمة الامل لما سألك بطنة. لان احنا مش عارفين بطنة خالص ولا فاضيين لها. واللي عارف ان بطنة مش شاطر جراحة نعرفها ازاي دي مالناش دعوة بيها. فانا بسألك انا عندي شوية كلمتين لك ما عنديش حاجة. فانت شكلني فاهم. فرصة عمرك اذا اتسألت بطنة خش في الموضوع. فهدي مثال ايه اللي حضر لي هنا؟ قال لك ايه بقى ابن السيريبيلر سيندروم؟ قلت له احب اكلمك عن السيريبيلر يا فندم. واتكلم في السيريبيلر. ولو قطع كل ما تقطعنيش يا فندم احب اخلص كلامي الاول كله واقعد نص ساعه ولا انا فاهم فين السيريبيلر ولا بين سيريبيلر سيندروم في كلاسفايد سوبرا سيريبيلر انفرا سيريبيلر سيريبيلر سيريبيلو سيريبيلر ولا انا فاهم حاجه. ما اعرفش في كده ولا مش في كده. لو ما فيش زودوها عندك في نيورولوجي. طيب ايه تاني؟ حاجه اسمها مولاسكان فايبروزم.
انا مش بحاسبه، كان عايز عناوين، عايز الاقي كلمه ادي سكين ادي نيرف، ارسم الرسمه دي. لو طالعه من الترمينيشن نيورو فايبروما اسمها مولاسكان فايبروزا، لو طالعه من الساب كيوتينيوس حاجه اسمها بلكسي فورم، ودي بلكسي مش فاكتير السكين ستريتشن وتحتي ماس، ويبقى السكين ريداندنت. ليها صور فظيعه بلكسي فورم دي، وليها اسم تاني اشهر من بلكسي فورم اسمها باكي درماتوسيل البلكسي فورم. في النيورو فايبروماتوزيس، نيورو فايبروماتوزيس هناخد تسمعها مني في الديفرنشال دايجنوست وول الليمب. نيورو فايبروما واخده السكن ومتخناه جدا في الرجل وكانه الفانتيزيس. نيورو فايبرو ساركوما مش محتاج اقولها لك بقى، هي دي بقت هارد الريجولر فيكسد بينفول لوس اوف نيرف فانكشنز، علاجها راديكال اكسجن بسيفتي مارجن. الكوزالجيا اخر حاجه. بصوا يا حبايبي، فاكرين الكروس ريجنريشن؟ الكروس ريجنريشن اللي حصل في الاتي، ان انت عندك ادي نيرف باندل، نيرف باندل ادي مايلين رايحه الجلد، ادي سيمباثيتك رايحه الجلد، كويس. حصل هنا هو ان ادي اكسون بتاع سكين يعني سنسوري، وادي اكسون سيمباثيتك بتاع السيمباثيتك دخل هنا فراح الجلد. كل ما يحصل سيمباثيتك ستيميوليشن يحصل فازو موتور تشينجز موجوده في السكين تعمل سيفير بين. طب ده سيمباثيتك ده مين قال لك انه انا واقف قدامك دلوقتي ما عنديش سيمباثيتك ستيميوليشن، حاجه شغلتني، حاجه فكرت فيها. فالعيان ده تجده كل شويه ايس بين فظيع على السنسوري ديستريبيوشن بتاع النيرف. ايه يا ابني؟ سبب كروس ريجنريشن بتوين سيمباثيتك اند سنسوري فايبرز. والقصه عشان كده اتقالت زمان في الفازو سباستيك ديس اوردرز الكوزالجيا. تقول لي طب الكلام ده مقنع يا جدو علي؟ للامانه بقى مش مقنع، للامانه الكلام ده كلام اساتذتكم كبار. الكوزالجيا غير مفهومه، قصه الكوزالجيا الى الان مش فاهمينها. بنقول دي فازو موتور زي ما هو احنا فهمنا الاكروساينوزيس واحنا فهمنا الرينو تسابه ايه. فالكوزالجيا بتحصل مع النيرف انجري سيفير بين على الديستريبيوشن، ده تفسيرنا. وفعلا استفادت جدا 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 من سيمباثيكتوم. يبقى الكوزالجيا مع النيرف انجريز مع النيرفات اللي فيها سيمباثيتك اسهبها يا ابني كروس ريجنريشن بتوين سيمباثيتك اند سنسوري فايبرز. شطر جميل يا اولاد. هنقف هنا.